برج العقرب غدا الثاني من نوفمبر 2023. الشمس تعارض كوكب المشتري. عزيزي برج العقرب، وهذا العام الشمس في برجك، مما يجعلها شخصية. يمكن أن تكون هناك معركة غرور مع شريك، أو قد تشعر بمطالب شخص ما منك وتجدها مفرطة. ربما تحاول إرضاء شخص ما، وفي الوقت نفسه تسعى جاهدة من أجل الاستقلال، ويجب أن تعطي شيئا ما. قد يمثل الأمر ما إذا كنت تريد الشراكة أو متابعة اهتماماتك والتميز بشكل مستقل. في الواقع من المحتمل أنك تريد القيام بالأمرين معا. قد يكون الوصول إلى حالة من التوازن أمرا صعبا، ولكنه مجاز لأنك ستتعلم الكثير عن نفسك وعن علاقتك. إذا كنت تواجه معارضة لخططك، فأهدف إلى استخلاص الدرس من التجربة. يقضي القمر يومه في برج السرطان ويتناغم مع الشمس والمشتري والمريخ، مما يعزز التعاون والتشجيع والمصالحة. نحن أكثر انسجاما مع أحد السنة، ومع ذلك فإن اليوم يحمل بعض الطاقة المطلبة. ومن الناحية المثالية يمكننا أن نتعلم الكثير من نقاط التحول التي نشهدها اليوم. تشكل الشمس مربعا صغيرا مع هنبتون اليوم، وتتجه نحو معارضة للمشتري، وقد يكون من الصعب التركيز على أهدافنا أو تحديدها. قد نعاني من ضعف القوة الإرادة أو بعض الافتقار إلى الاتجاه، ومن المنطقي أن نفكر في طرق لخلق توازن أفضل بين مساعين المادية والروحية. يمكن أن تقودنا مشاعر السخط إلى آفاق غير متوقعة. يمكن أن تظهر التجاوزات الأخيرة إلى النور، مما يتطلب تغييرا أو خلطة للأولويات. هناك خلاف الآن حول ما نعتقد أننا يجب أن نفعله مقابل ما نريد أن نفعله. هناك مجالان من مجالات الحياة حيث لدينا حاجة خاصة للتألق والنمو والتحسن، وتمثلهما الشمس في برج العقرب والمشتري في برج الثور، ولكن قد يبدو أنهما في صراع مباشر مع بعضهما البعض في هذا الوقت. قد تحدث تتويجات أو تغييرات غير متوقعة في مشروع أو هدف، ويمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لجني الثمار. الرغبة في النمو والتوسع قوية، ومع ذلك إذا كنا قد تجاوزنا حدودنا، فقد يكون الوقت قد حان لتعديل توقعاتنا. قد نرغب في اتخاذ خطوة، ولكننا لا نعرف من أين نبدأ أو إلى أين نجه بنوايانا في الوقت الحالي فقط.